نبتدي بجريدة الأخبار واللي بتقول إيه؟ بتقول إن الجمهور الغاضب من أجيري بيناشد المنتخب إن هم يشدوا بقى حيلهم إن شاء الله في المباراة اللي جاية أمام الكونغو. بس عايزين بس يا جماعة نتكلم بمنطقية شوية. هو الجمهور غاضب من إيه؟ الجمهور غاضب من الأداء شوية بالتحديد في الشوط الثاني في مباراة زيمبابوي. برضو غير وارد إنك تلعب أداء جيد على مدار التسعين دقيقة. الأهم بالنسبة للجمهور هو الفوز في أي مباراة، حصد الثلاث نقاط في المرحلة دي بالتحديد. فمفيش أي غضب ولا حاجة من الراجل، بالعكس في مساندة كبيرة من الجمهور المصري لمستر أجيري والجهاز المعاون، وفي مساندة جدا كبيرة من الجمهور المصري للاعبي المنتخب الوطني. حتى لو في أي سلبيات صغيرة بنتغاضى عنها ونركز في اللي جاي على طول. عندنا مهمة وطنية كلنا كمصريين، سواء في المؤازرة كمشجعين أو في المباريات كلاعبين، وده اللي مركز عليه جدا لاعبي المنتخب الوطني، أو كمان كإداري أو كمدير فني زي مستر أجيري. عنده مسؤولية كبيرة ومركز جدا، والراجل عايز ينجح، مفيش حد عايز يفشل، الراجل عايز ينجح. فبالتالي بيلعب طبقا للإمكانيات اللي هو اختارها، يعني هو اللي اختارها. حتى لو كان عندنا إمكانيات أكتر من كده كانت ممكن تبقى إضافة للمنتخب، فعلا، بس ده مش وقت خالص الكلام فيه. المهم إن أنت تكسب مباراة تلو الأخرى في المرحلة دي وتتأهل لدور ال 16، يبقى عندك بإذن الله بإذن الله تركيز كبير في حصد بطولة الأمم الأفريقية، وكمان بإذن الله لاعبي المنتخب هيشدوا حيلهم قوي قوي في مباراة الغد.